لا مغطي ابراهيم، في واحد واقف مغطي. طيب بس استاذنكم اخد كابتن احمد سامي المدير الفني للنجوم. كابتن احمد اهلا بيك. كابتن احمد نجيبه تاني. طيب نعم كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا كابتن ميدو؟ انا عمال ارحب بيك. ازيك؟ ما كنتش سامعني. لا سامع. اقول لك مبروك ولا كنت عايز ثلاث نقاط؟ لا في مشكله. كابتن انا سامعك كويس. تمام اتفضل يا كابتن. انا بسلم طبعا على الكابتن اسامه حسني والكابتن احمد بلال وكابتن ابراهيم عطا الله. طبعا ربنا يخليك يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا ابو كباتن. الله يخليك. لا انا النهارده ميدو انا كنت طمعان في الثلاثة بوند الصراحه. بس طبعا انا بكلمك بمنتهى الامانه، احنا عملنا ماتش كبير جدا من ناحية التكتيكية والبريس وتحركات الجبهات. بس طبعا اخر 10 دقائق انا حسيت كده قلقت من الماتش شويه، ممكن يجي فيها كورنر فاول، فانا بصراحه حافظت على البونت. مع ان دي مش عادتك. لا بس هو الماتش ده صعب لان الفرقه دي تحتيه على طول، فانا ممكن تيجي في الجون ماتش يعني بيقلب يعني ساعات الطمع ممكن تزعل الماتش قوي. بالظبط بالظبط. كابتن احمد ضيعت فرص كتير. لعبت على سلبيات ام بي اللي انت كنت شايفها ايه؟ انا بص يعني انا بشتغل مع اللعيبه، قلت لهم من كل اللعيبه زي بعض، انت خلي لازم اهم حاجه يكون عندك شخصيه وتنفذ الكلام اللي احنا بنتمرن عليه. المشكله الكبيره انا مش عايز امرن على حاجه، انا كنت بقول للعيبه مش عايز امرن على حاجه واجي في الماتش انت تعمل الحاجات المختلفه. تمام. عايزك تحافظ على نواحي التكتيكيه والتحركات. تمام. اللي بيشتغل عليها. تمام. وتبقى على فترات كبيره من الماتش مش فترات متقطعه. هو احنا كان نسبه الاستحواذ احسن وبنشتغل جبهات احسن وضعنا فرص اكتر. يمكن هو اول 5 دقائق هي اللي حصلت المشكله دي، دخل فيها جون وده وارد في الكوره. بس الحمد لله احنا احسن طوال فترات الماتش. اكيد هيبقى في تدعيمات في يناير يا كابتن ولا مش ناوي؟ يعني لا طبعا في مراكز انا عندي ما فيش الا واحد بس. ما عندي مشكله، فانا طبعا التدعيمات مش هتبقى كبيره بس على قد اللي انا محتاجه بالظبط يعني. طموحاتك تختلف الدور الثاني يا كابتن؟ لازم يبقى لازم انا طبعاً. انا عارف انت صريح جدا فبدخل لك في الاسئله مباشره بصراحه، يعني ما بلفش وادور عليك في الاسئله. لا انا يعني بص طموحي الدور الثاني انا ابقى في نص الجنه. ده طموحي. ان شاء الله اللعيبه تساعدني ونبقى حته الاستمراريه مهمه قوي يا ميدو. مشكله كبيره انت عندك اللعيب في مصر غير بقى طبعا لعيب الاهلي والزمالك ولعيب المنتخب منتخبات ما بيدكش 5 6 ماتشات ورا بعض بنفس الاداء والروح. بالظبط. بيبقى متقطعه برضه. بالظبط. دي اللي عامله لنا ازمه شويه بعد ال 10 بونت اللي خدتهم، حصل لي الخسارتين برضه مقصه، وخصوصا ماتش المقصه ده ماتش ما خسروش خالص. لان احنا غلطاتنا هي اللي خلتنا نخسر. وما كناش بنأدي بنفس القوة والأداء الماتشات اللي فاتت. وماتش بيراميدز أديناه بروح قتالية عالية، كنت أنا شغال نواحي دفاعية بس. كان سيناريو واحد بس في الماتش ده اللي أنا كنت حاطه، وكنت مرتدات على كده بمنظمة بشكل معين. لكن الماتش ده أنا ضغط من قدام، وماتش إمبي أنا كنت طمعان إن أنا آخد الثلاثة بوند. وأكيد أنت عامل حساب الماتش الأهلي الماتش اللي جاي، فأكيد كنت عايز تاخد 3 نقاط. بالظبط عليك. وانا عايز اخلص هو اخر ماتش المؤجل ماتش الاهلي اخر ماتش، وانا كنت نفسي اوصل نقطه 19 الماتش ده. برضه ورقه وقلم ورقه وقلم الاهلي نسبته اكبر بكتير ان يكسبني. فانا برضه ده مش معناه ان يعني مش معناه ان هلعب ماتش عادي لا. بس انا بتكلم ورقه وقلم بره الملعب. فرقه الاهلي فرقه طبعا كبيره جدا، وكنت حصل لها الدروب ده اللي بعد البطوله العربيه، لكن هي رجعت بعد 3 ماتشات والاداء اتحسن بكتير. بالظبط بالظبط. يعني النادي الاهلي بعد البطوله العربيه على طول ماتش المقاولين غير ماتش الاخير خالص. مختلف خالص. يعني اكيد انت عامل حساب الماتش ده كويس جدا. مش عايز اقول لك هتفكر فيه ازاي، لكن ممكن تتكلم مع اللعيبه في ايه؟ بص حته النادي الاهلي النادي الاهلي فرقه مميزه جدا وشخصيه كبيره وقويه وكل حاجه، بس النادي الاهلي وقت من الاوقات وانت حتى شغال حتى معاه في الملعب، لو انت غلطت او غلطه في مناطق ريسك معينه بيستغلوها على طول. فحته التركيز طوال الماتش دي مهمه جدا بالنسبه للعيب بالنسبه لنا. اكيد. عندك سلبيات يا كابتن احمد بتعاني ان انت تعالجها؟ ما انا بقول لك حته الاستمراريه بس.
هي الاستمراريه في الاداء، العروض الجيده بالظبط، الاستمراريه. بنعمل ماتشين ثلاثه وفي ماتش كده ما اعرفش ايه اللي بيحصل برضه، يعني مش بتاعتك قوي، يعني انت بتبقى شغال في كل حاجه، نواحي نفسيه ونواحي تكتيكيه وبدنيه وتحفيز وكل حاجه. في حاجات بقى اللعيب بقى بينه وبين نفسه ما تعرفش ايه اللي جواه شغال. وبتحصل لك في مجموعه لعيبه مش في واحد او اثنين او ثلاثه، ما تقدرش انت بتبقى حتى التغييرات ما تقدرش تتحكم فيها. بتبقى اكتر في لعيبه اكتر وحشين في الملعب. ده في معظم اللعيبه، خلي بالك مش عندك بس، في معظم الانديه. بالظبط. يعني لسه كنت بتكلم مع كابتن وليد صلاح الدين نفس القصه في الاتحاد السكندري، عاملين نتائج روعه ويجي في ماتش ما تلاقيش الفريق خالص. ما هو عشان بس ما تعرفش العيب فين بالظبط. لا 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 انا عارف العيب فين، الثقافه، ثقافه اللعيب مش ثقافته ان هو متعلم ولا مش متعلم بالظبط. ايوه الثقافه العامه، ثقافته الكرويه بيطلع لك من تحت. وكابتن ابراهيم اضرب الكلام ده، بيطلع لعيبه كتير من تحت ما عندهاش الثقافه اللي هي تقدر توازن الامور والمواقف المتكرره في الملعب. بس لكن هي حته ثقافيه في مصر كلها مش في نادي معين يعني. انا بتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد. عن نفسي انت عارف يعني انا بحبك كمدرب وشخصيه تدريبيه جميله جدا، كل التوفيق ليك ان شاء الله مع الفريق وتعمل اللي انت عايزه باذن الله. لا والدور الثاني برضه، الدور الثاني هيبقى شكلك احسن، لان اللعيبه اللي عندك كلهم اعمارهم صغيره ولسه ما خدوش الخبره بتاعت الدوري الممتاز، فانا شايف ان الدور الثاني هيبقى في صالحك 100% ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم، ربنا يخليك. مش مجروحه برضه. شكرا جدا ليك يا كابتن. بالتوفيق يا كابتن ابراهيم. شكرا. اعمل لي اي حاجه اعرف. احمد.